Quel foot le jour? شبيك نونو عم بدك رح نتزوج بس يعني يومين حلوين ما بيأسروا شو هي الدلال يعني والله هيك بتعلقيني أكتر مو نقوة نفريني لوين هربتي؟ مشان الله ولي مشان الله خلص ليكي نور أنا بحب البنت اللي بدها تصير مرتي شو ما طلبت مني تعمل عم تفهمي علي؟ يعني كل شي بمزاجي افتحي الباب افتحي الباب قسما بالله إذا بطلع ما عاد بورجيكي وشي عم تفهمي؟ ما بدك خلص 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 افتحي الباب رح افتح كان بدي اقول لك شغله انه انا ما فيني اجي لعندك لا والله ما في شيء بس هيك اهلي شوي عم يدققوا صايرين يعني ما عم بقدر اطلع وفوت امتى ما بدي شو كان بدي اقول لك نحن مو لازم هيك نسرع شوي بالموضوع مشان اهلي الو وليد وليد وين رحت عم تسمعني؟ جاني زباين بحاكيكي بعدين صار عندك زباين؟ يلا مو مشكلة بنحكي بعدين خلاص انت شو بدك بهي القصة اتركي الموضوع علي اليوم على 9 بيكون الكل ولا طيب ماشي اتفقنا يلا باي وليدو الله معك شو هالمياعة مع الزبونة؟ لا قدامي كمان بحياة الله ما بتتخيل شو صاير عندي بالبيت خير شو صاير؟ أهلي بدهم يزوجوني لابن عمي يوم الخميس الجاي بحكم إنه هو مسافر لا إن شاء الله ألف مبروك بس أنا شو دخلني؟ شلون يعني شو دخلني؟ عم قلك بدهم يزوجوني يوم الخميس الجاي تزوجي ونضربي على قلبك أنا شو إلي علاقة بالموضوع؟ لك ولي؟ لا تجنني ولا خلص أنت عملت عملتك وبدك تلف ظهرك وتروح بدري بتوطي صوتك ولا؟ هورك على شو بدي وطي صوتي ما انا هيك هيك خسراني اسمع وليد اوعك تعلق معي قسما بالله بطلع بفتحك بكل الحالة ها لا انت يا غبية يا غبية شو بدك تفضحيني يعني شو اثباتك علي وحتى لو في شب صح له بيقول لها شبه صحله؟ لك يا بني آدم انت بتعرف انه اهلي ممكن يعملوا فيني جريمة قتل؟ ولك انا شو دخلني؟ انت لازم تبوسي ايدي ورجلي مشان ما افضحك يعني ما حلو اني نزل صورك وانت صور شو؟ ليش في صور؟ والله يمكن في صور ويمكن ما في يمكن في فيديوهات ويمكن ما في هلأ هيك؟ هيك ونص وإذا أنت هلأ حاسة حالك قد هاي الفضيحة بتتحمليها فهي الحارة كلها قدامك اطلعي ورجيني شكلك عم تفكري فيكي فوت هاي البضاعة لجوا